تنزانيا المتحدة دكتور جون ماغوفولي، فخامة السيد رئيس وزراء جمهورية مصر العربية دكتور مصطفى مدبولي، فخامة السيدة نائبة الرئيس والسيد رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة والسادة الوزراء، الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعادي، السيدات والسادة الحضور، في مستهل كلمتي أود أن أعرب عن امتناني العميق لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ وصولنا إلى تنزانيا، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم هذا اليوم للمشاركة في مراسم حفل توقيع عقد إنشاء سد روفيجي بجمهورية تنزانيا. وهذا السد من أكبر السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي في شرق أفريقيا، حيث تبلغ قدرته 2115 ميجا وات. إحنا عندنا السد العالي في مصر، القدرة بتاعه 2100 ميجا وات، فإحنا تقريبا بنفس القدرات الموجودة للسد العالي في مصر. إنه لفخر لنا أن نشهد اليوم فوز شركتين مصريتين رائدتين، المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بمناقصة إنشاء هذا المشروع العملاق في بلدنا الشقيق تنزانيا. وهذا ما يؤكد على استمرار التعاون القائم بين مصر وكافة الدول الإفريقية. وتلتزم مصر دوما بالوقوف جنبا إلى جنب مع البلدان الأفريقية الشقيقة. كما أود بهذه المناسبة التأكيد على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الأشقاء في القارة الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، حيث نتقاسم نفس المصير، ماء واحد ودم واحد، وهي علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ. السيدات والسادة الحضور، تعد الطاقة الكهربائية من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، ولقد أصبح التقدم الحضاري يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وسوف يسهم مشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية في إحداث نهضة صناعية بتنزانيا، كما سيؤدي إلى التغلب على العجز في الطاقة الكهربائية وتوفيرها لتلبية كافة مطالب التنمية، وكذا خلق الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمار من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين بتنزانيا. تسعى مصر من خلال عضويتها في تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق مزيد من التكامل بين مشروعات الطاقة الكهربائية في القارة الإفريقية. السيدات والسادة الحضور، يلعب الربط الكهربائي الإقليمي دوراً أساسياً في تحقيق أمن الطاقة على المدى القصير والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي. السيدات والسادة الحضور، لقد أصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متعددة في النواحي المتعلقة بالسياسات والتشريعات وإعادة هيكلة، وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء. وممكن التعاون مع الأشقاء في جمهورية تنزانيا في هذه المجالات. يلتزم قطاع الكهرباء المصري بالتضافر مع نظيره التنزاني لتنفيذ هذا المشروع الهام من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعظيم المشاركة المحلية في تنفيذ المشروع، لما تمتلكه مصر من إمكانيات متميزة في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية. السيدات والسادة الحضور، يقوم قطاع الكهرباء المصري بتوفير برامج تدريبية لبناء القدرات للمهندسين وكافة العاملين في مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية. ويمتلك قطاع الكهرباء المصري عدد 22 مركز تدريبي متخصص في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. ويمثل التعاون المصري الإفريقي في مجال بناء القدرات والدعم الفني سياسة مصرية طويلة الأجل، حيث بلغ عدد المتدربين من الدول الإفريقية في قطاع الكهرباء المصري حوالي 7800 فرد متدرب منذ بداية عام 2003، من بينهم 208 متدرب من تنزانيا في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية. واستمراراً لدعم الأشقاء بدولة تنزانيا، يسرني أن أعلن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستقدم برنامج تدريبي ممول بالكامل لعدد 20 متدرباً
تنزانيا وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبيه. وهذا بصفه مبدئيه. في ختام كلمتي اود التاكيد على ان تحقيق التعاون الاقليمي في مجال الطاقه الكهربائيه سوف يكون له المردود الايجابي على استخدام الموارد الطبيعيه المتنوعه للطاقه. في هذا الحدث الهام اكرر التهنئه لحكومه وشعب تنزانيا الشقيق على هذا المشروع العظيم، ونتمنى ان نكون معا قريبا للاحتفال بافتتاحه وتشغيله. شكرا لسيادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.